طيب امتى اللي حسيتي انك بص على انه ده ممكن يكون كارير قوي او امشي فيه قوي؟ لا ده بعدين بقى لما اتنقلنا من حي القلعه، رحنا سكننا في مكان تاني. الجيران هم اللي كانوا عاملين خطه ان انا اكون ادخل المجال، يعني هم اللي عملوا الخطه. من باب ايه؟ ان هم بيسمعوكي في البيت بدايه من 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 سماعي وتقديمي للافراح بقى. يعني كانوا خلوني اغني في الافراح بتاعه المنطقة. أي حد جارنا عنده فرح، شيرين لازم تطلع بالقوة بالعافية تطلع تغني. فمن هنا حسيت إن ممكن يكون في مشروع فنانة. طب استني بقى، أنت دلوقتي وأنت واقفة بتغني ست الحبايب في الحفلة اللي موجودة على اليوتيوب، أنت إحنا سننا كام؟ أنا كنت 13 سنة تقريبا. بس كنا ده كده انت غنيتي في الافراح خلاص، يعني انت بقيتي كنت نجمة في الوقت ده. كنت بعمل الاثنين بعد موضوع الافراح ده. خدت شويه جراءه، ابتديت اسال اعمل ايه عشان انمي الموهبه دي. فوالدتي الحقيقه ما تاخرتش على اني اروح كل يوم جمعه دار الاوبرا عشان احضر دروس مع المايسترو سليم سحاب. لا والله، عشان اتعلم يعني ايه فن شرقي. الله، وانا استفدت كتير جدا من الحصص اللي كنت باخدها يوم الجمعه دي. ويوم الجمعه بالنسبه لي ان انا ازور دار الاوبرا كان فسحه بالنسبه لي عظيمه طبعاً جدا. طبعا كمان سهرتي بتاعتني وشلتي من عمر ليالي، ولسه برضه دلوقتي تحملي الهم طب الحفلة دي كانت فين؟ متسجلة فين ست الحبايب؟ ده كان ايه؟ كان في دار الأوبرا. كان في دار الأوبرا. وكانت حفلة من إحدى الحفلات، يعني أنا مش دي ما كانتش أول مرة أغني سولو ست الحبايب. وما عندكيش تسجيلات لحفلات تانية، هي دي الوحيدة اللي على اليوتيوب؟ يا ريت دار الأوبرا، لأن ده أرشيفهم هم، يا ريت يطلعوا لي الحاجات دي، يعني أكون ممنونة جدا لو عملوا لي الخدمة دي. لو سمحتوا. يا اوبرا لو سمحتوا. ايوه بليز بليز لو سمحتوا، عايزين الاغاني دي.